بطولة بص رحتها وانت يعني الناس كلها رامية طوبة، ما شفتش كلمة حلوة من حد وانت ماشي، الصحافة كلها بتنقد فيك انتقاد شديد جدا، بتنقد في كابتن جوهر انتقاد شديد جدا. كابتن عمل اجتماع لجميع الصحفيين ولجميع الاعلام وقال يا جماعة احنا ترتيبنا حاليا ترتيبنا ال13 على افريقيا، فهو كان بيوضح الصورة لها. فالاعلاميين تاني يوم طلعوا وقالوا كابتن جوري بيقول احنا رايحين عشان نطلع ال13، والناس طبعا شتمته شتيمة مش انتقدته شتمته. كابتن جوهري قال احنا رايحين ننافس على كاس افريقيا، سيب الجرايد كلها تقول ان احنا هنطلع ال13، انا مش هرد عليهم. كابتن جوهري كان عنده ايمان بينا بشكل كبير جدا، وكان بيقول لنا واحنا في تايلاند ان احنا هنروح نعمل حاجه كويسه.